بتكون موجودة وبتوصل للنهائيات طبعا بتبقى فرق قوية وكل حاجة، لكن أصبح دلوقتي اللعيبة التارجت بتاعها هو أوروبا، التارجت بتاعها هو بالنسبة لأفريقيا يعني شمال أفريقيا، إذا كان في النادي الأهلي، إذا كان في الأندية بقى المميزة زي الأهلي، الوداد، الترجي، نجم الساحلي كده يعني. فدي برضو حاجة من الحاجات الفروق اللي هي ما بين بطولات أفريقيا القديمة وجديدة. عايز أقول كمان بقى حاجة مهمة جدا، هي تعديل الاتحاد الأفريقي للوائحه، دي عظمت قوي من بطولة أفريقيا. النهاردة بطولة صحيح. أفريقيا اللي بياخدها بيروح كاس عالم أندية، فأنت عارف يعني إيه بطولة بتدخل لك فوق $3.5 مليون في سنة. فإحنا لازم نبص للشكل الاستثماري، وده سبب من الأسباب. توصل لخمسة كمان. لان انت مجرد بس اشتراكك في بطوله عالم الانديه انت بتاخد لك كده $500,000 صحيح. بالاضافه ل $1.5 مليون لللقب، بالاضافه تدخلك كمان على بطوله سوبر. انت لما بتكسب بطوله افريقيا بتخش على سوبر، فعندك احتمالات السوبر لما تكسبه والوصيف بتاعه الاثنين بياخدوا فلوس. تصنيفك كمان يا كابتن. فالبطوله دي طبعا التصنيف طبعا، ولذلك البطوله دي يعني بطوله من الشكل حتى الاستثماري كمان هي مهمه جدا للنادي الاهلي. انت بتاخد بطوله دوري، السبونسر بيدفع لك وي وي وي، لكن في المقابل بالنسبه لبطوله افريقيا المبالغ مختلفه تماما، وفي نفس الوقت كمان بتحطك بقى على الرانكينج بتاع صحيح. اكثر صحيح. الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه. النادي الاهلي كان في 2014 فاز باللقب ده، كان اكثر تتويجا برصيد 19 هدف. دلوقتي طبعا بعد شويه نتيجه بعدنا شويه عن الالقاب القاريه، لكن ان شاء الله نرجع تاني ونتوج بالاقصى تتويج ان شاء الله. في الحقيقه كابتن يوسف انت حطيتنا على حته مهمه جدا، اللي هو جزئيه ان انت بتبص بشكل استثماري بقى خلاص حتى للبطولات، مش لادارتك بس فقط، لا للبطولات اللي انت بتاخدها. انت ازاي تدخل اكبر ماديات بالنسبه لناديك من حيث ان انت بتشترك في بطوله طبعاً معينه بتدفع ملايين، بتجيب لك فلوس وانفستمنت بشكل كبير جدا. النادي الاهلي دائما في الجزئيه دي خلاص الحته دي، بعدنا عن انديه كتير سواء بقى هنا في مصر او حتى في القاره الافريقيه في هذه الجزئيه، لان انت اكثر حصولا على هذه البطوله، 8 بطولات حتى الان في بالنسبه لتصنيفك. ولكن خليني اقول لك برضو النادي الاهلي في ظل وجود لعيبه محترفين فيها كابتن يوسف، النهارده جينر اجايب بيشكر النادي الاهلي على حسابه الشخصي ان طبعا انضمامه لمنتخب نيجيريا ده في حد ذاته ما جاش غير عن طريق النادي الاهلي، فهو يعني بيكن